أراني حمد ربي وشاكله عليها على نعمائه ظاهرة وباطنا. وثانيا تقدم جزيل الشكر إلى والدي اللذان دعماني طيلة مسيرتي. أنا كنت نقرأ مدرسة الساحل النظام الفرنسي اللي نجي الامتحان الحمد لله تفوقت، ومترشح من الإمام الغزالي. كنت مواكب دروس في اللغة العربية، تاريخ والجغرافيا، التربية الإسلامية والتربية المدنية، وكنت الحمد لله ملي. كانت عندي مدرسة مسائية دروس حصص تقوية قال المتفوقون. كنت نقرأ مدرسة المتفوقون بالكسر من العام الماضي، ولا حكم قاع ساكن فيها بيلي جاي مع الصباح والدحميس. الحمد لله اتقدم بجزيل الشكر الى كل اساتذة الساحل والامام الغزالي، وخصوصا محمد سالم البابا. وهذا اراني مشجع كل المترشحين وخصوصا الناجحين، واتمنى حظا اوفر لوك اللي الاخرين وتو. واتمنى حظا اوفر للاخرين. واود ان اقول ان لا تفوق الا بالجد والمثابره والاجتهاد. انا سبب مهنا الشعب الموريتاني كامل على التطور الكبير الملحوظ، وهذا ملاحظه مني انا لها قيمها وقيمتها. اني ملاحظ عن الاسره التربويه انها طرا فيها تحسن في المستويات وفي الاداء، وهذا لامس نوع الشفافيه والتخصص اللي مأملين على انه ان شاء الله يبدع للوطن ككل. على كل حال مهنئ الاسر كامله على نجاح الابناء كاملين، ومهنئ ام اللي ذوك اللي ما نجحوا بهم اللي يستحقوا التهنئه على الاقل على جهودهم، ومهنئ الطواقم التربويه وبالاخص مدرسه الامام الغزالي اللي هي نحن فيها حالا، اللي هذا الشبل من اشبالها، والحمد لله حصد هذه المرتبه الوطنيه. نحن فخورين بها كاملين وراجين ان شاء الله تعالى من الله تبارك وتعالى اولا الحفظ والتوفيق في مسار والمستقبل ان شاء الله، ومن نجاح الى نجاح. ولا نختار بعد ناكد عليه عن ذوك النقط السته اللي بقاو من 200، يعني ماني قابلهم يكونوا يجيو بالمرحله الامتحان الجاي ان شاء الله. نحن في الحقيقه جد مرتاحين لهي النتائج اللي حققها تلاميذ الامام الغزالي، وخاصه تصدر محمد يحيى الشيخ سيدياء للمترشحين للناجحين في الوطن. ونعرف عن هذا ما جاء من فراغ، انه جاء بجهود كبيره. لا شك ان ابويه بذل جهدا كبيرا في هذا الموضوع، ومعلميه ايضا بذلوا جهود كبيره جدا للارتقاء به ولتحسين مستواه. وعلى العموم تلاميذ المترشحين من الإمام الغزالي هذه السنة كعادتهم تبوؤوا مراكز مشرفة في المسابقة، حيث عن 97% منهم كاملة فوق 100، وهم 3 أو 4 كلهم فوق 90، وفيهم اللي واحدين جبروا 176 و172، وهي درجات كبيرة احنا معتزين بها، ونعرف عنها لا الجهود الجبارة اللي بذلوا المعلمين. نحن هنا في الغزالي نعتمد ثلاث وسائل. الوسيلة الأولى هي اختيار المعلم الكفء المخلص، وهذا يعتبر محمد سالم والبابا نموذج عندنا. الثانية متابعة المعلمين والتكثيف تقويمهم وتوجيههم ومواكبة عملهم بشكل حثيث. الثالثة هي متابعة التلاميذ، تقويمهم الدائم، تكثيف لهم التمارين المنزلية والمدرسية ومواكبتهم في جميع نشاطاتهم. هذا الثالث أعتقد أنه أي مدرسة مشات معاه اعتمدت عليه، الدور لا تحقق نتائج مرضية. ونحن الحمد لله عندنا تجارب في الموضوع، عيننا نوصلوا لدرجة المرحلة الرابعة وطنيا بعض السنوات، وتلاميذنا هم اللي دائما ينجحوا كاملين في أغلب الحال، يبقى واحد اثنين غريب، ودائما نقبل هم اللي مراتب متقدمة في المسابقة.
وتوف لا يقول إلا أني شاكر المعلمين على جهودهم، هي ثمرة جهودهم، وشاكر الآباء على مواكبة المدرسة والتعاون معها والشراكة الحسنة التي يبدو خلال هذه السنة.